أيوة أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم. عدنا للفقرة الثانية معكم مرة أخرى. الصحة والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك؟ قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك. سأل الحسن فوق عرشه لمن تراه فدل عليك. عدنا بفقرة ثانية مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، الدكتورة منى هندي سلاب، أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، دبلومة التخاطب من جامعة عين شمس، ماجستير الصحة النفسية من جامعة القاهرة، طبيب وأخصائي التخاطب وتعديل السلوك بمستشفى الوحدة المتخصصة. فأهلا بك يا دكتورة منى. أهلا بحضرتك يا فندم. نورتينا يا فندم النهاردة، وعايزين نعمل حلقة مميزة إن شاء الله. إحنا النهاردة شغالين على الأطفال فقط إن شاء الله، ثقوب الأطفال مع الدكتور محمد حجازي وعلاجهم طبيب القلوب. النهاردة بقى ربنا قال في آية جميلة جدا، قال إيه بقى؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا النفس، أحيا الروح، أحيا الجسد. عندنا البني آدم بيتكون من ثلاث أجزاء دول، فإحنا عندنا بقى عايزين نشوف بقى تركيبة النفس والسلوكيات والحاجات بتاعة الإنسان. نبدأها بقى من الأطفال. عندنا بقى أطفال حوالينا أحباب الله، بيقول لك شقي، ولد يقول لك ده عنده فرط حركة، ولد يقول لك مش عارف ده عنده نشاط زياده، وفي حاجه بقى خطيره بقى طبيه يقول لك ده عنده كهرباء زياده في المخ. النهارده كلمينا بقى عن ايه فرط الحركه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكرك قوي دكتور احمد على اللقاء الجميل دوت، واحب اشكر الساده المشاهدين. واحب انوه بس ان فرط الحركه ده اصبح الان مرض العصر. احنا كنا زمان ما نسمعش عن حاجه اسمها فرط حركه خالص، لان كان ابائنا وامهاتنا بيستخدموا تنميه مهاراتنا وفي كل شيء بنتعامل عادي، بننزل وبنعمل مع ماما في البيت وفي الشارع وفي الحياه كانت طبيعيه. اما دلوقتي كلنا اصبحنا قافلين على نفسينا قوي. لا انا بس اسال، هو فرط الحركه ده مرض؟ هو مرض عارض، يعني عرض لمرض. عرض مرض، هو اضطراب اساسا، اضطراب سلوكي. سلوكي تمام. اضطراب سلوكي بيحصل عند الطفل. فيه بس انا عايزه اعرف او انوه للساده المشاهدين ان في فرق بين النشاط الزايد وفرط الحركه، لان في بعض اولياء الامور. عايزين نعرف الساده المشاهدين بقى ايه الفرق ما بين النشاط الزايد، وقلنا بقى بالتفصيل الممل. حاضر حاضر يا دكتور احمد. النشاط الزايد اعرف ازاي اذا كان ابني عنده نشاط زايد ولا فرط حركه. نشاط زايد ده طفل ذكي، معدل ذكائه من 90 ل 110، الذكاء الطبيعي للاطفال. اما فرط الحركه فدي هنتكلم الاول عن النشاط الزايد وبعدين نتكلم عن فرط الحركه. فرط الحركه ده المعدل بتاعه اساسا من 3 ل 5% من الاطفال. 5% من الاطفال بيتولدوا طبيعي. من 3 ل 5 فرط حركه، بيبقى عندهم فرط حركه. تمام. دي بالنسبه لفرط الحركه. اما النشاط الزايد فهو طفل ذكي، طفل عنده انتباه وتركيز، طفل بيسمع، طفل بينفذ الاوامر، ولكن عنده حركه زياده، عنده طاقه. والطاقه دي والطاقه دي بتبقى نتيجه الذكاء الزايد. الانسان لما ذكائه زايد بيبقى عنده حب الاستكشاف، حب الاستطلاع، فالطفل يحب ينزل ويطلع ويفتح ويقفل ويفك ويركب، فده طفل ما نقلقش منه. كمان في حاجه مهمه جدا بيبقى يعني الحد الفاصل بين فرط الحركه والنشاط الزايد، النوم بتاعه. النوم الطفل ذات النشاط الزايد او اللي بنسميه بالبلدي الطفل الشقي، بيحب يتحرك كتير، ان هو بينام نوم منتظم. تمام. بنقيس النوم ازاي؟ الطفل قبل 7 سنين بينام من 10 ساعات لحد 12 ساعه، مفيش ادنى مشكله. 12 ساعه؟ مفيش ادنى مشكله. طيب امتى تكتشفي ان الطفل ده عنده نشاط زياده او انه عنده فرط حركه؟ في سن قد ايه؟ هو بصي، هو من اول بيبدا النشاط بتاعه امتى؟ هو يعني ممكن نكتشفه من الحمل، يعني احنا ما بتيجي لنا وليه الامر بنسالها هو الحمل كان اخباره ايه، فتقول لك انا بيبي كانه كان بيلعب ماتش كره في بطني، يعني خبط ورزع، ده خلاص ده طفل كده عنده نشاط زياده في بطن امه. يكاد يكون يكاد يكون دي بدايه نشاط ايه زايد او فرط حركه. دي احنا قلنا النوم بيبقى من 10 ساعات ل 12 ساعه قبل 7 سنوات. بعد 7 سنوات من 8 ساعات ل 10 ساعات ده طبيعي جدا ان الطفل ينام ايه الفتره ديت. ده كده بالنسبه للطفل ايه؟ النشاط الزايد. النشاط الزايد. تمام؟ نيجي بقى للطفل بقى اللي هو الاضطراب السلوكي. قبل ما اعدي الطفل بتاع النشاط الزايد، اتفضل. بنلاحظ بعض الاطفال مخربين في البيت. مثلا يرمي حاجات من الشباك، من البلكون، يكسر حاجه، يبوظ حاجه، يلعب في كل حاجه حواليه. ده
فرط حركه ولا نشاط زياده؟ لا ده بيتحول كده اللي هو بيبقى الطفل عدواني، اللي هو احب اكسر، احب ارزع، اخبط في الترابيزه انا ماشي، اوقع الحاجه اللي معايا، اتشنكل في السجاده، ده طفل كده فرط حركه. ده فرط لكن حركه. لكن تمام. النشاط الزايد لا، الطفل هو المخرج طفل يعتبر فرط حركه؟ لانه هو طفل بيبقى واخد جزء من العدوانيه فبيبقى مخرب، لكن هو طفل الاستكشاف اللي بيحب يستكشف، اللي هو يحب يفك لعبته يركبها، بيحاول يركبها لكن يكسرها، ده فرط حركه. تمام تمام. ده احنا عرفنا فرط الحركه وعرفنا لا، النشاط الزايد. لا عرفنا كده النشاط الزايد، هنيجي بقى الفرط. اسبابهم ايه ده؟ لا يعني معذره، هنرجع بس الطفل بفرط الحركه نعرفه. فرط الحركه بقى يعني عرفنا الاول النشاط، لسه النشاط هنعرف الزايد. بقى فرط. هناخد بقى طفل فرط الحركه. الطفل فرط الحركه ما عندوش انتباه وتركيز، عنده اندفاعيه، مندفع جدا، لو كان وصل لمرحله المدرسه يجاوب قبل ما يسمع السؤال، ما عندهوش تنفيذ المهام للاخر، لو عنده واجبات او حاجه يفضل فيها طول اليوم، يعني الام تيجي تقول احنا من اول ما جه من المدرسه لحد الساعه 12 واحده بالليل واحنا بنكتب الواجب وما خلص، ده فرط حركه. ده اللي بيسموا عليه اسمه هايبر اكتيف. الهايبر اكتيف. تمام. ايوه تمام. ما عندوش ان هو يسمع الكلام، ما يسمعش الكلام بتاع حضرتك، يبقى واخد الكلام ودماغه في حته تانية، مش باصص، ما عندوش انتباه وتركيز، عنده درجه النسيان عاليه جدا، النوم بتاعه مضطرب، اللي هو ممكن يعني مستواه في حتى في الدراسه بتلاقيه متاخر في الدراسه، مش وقبل والمرحله النمائيه اللي هي ما قبل الدراسه او ما قبل الجانب الاكاديمي، بيبقى عنده لغه، تاخر في اللغه، تاخر فيه في اللغه، في الكلام يعني قصدك؟ في الكلام. في الكلام. اللي هو ما بيتكلمش في المراحل العمريه بتاعته الطبيعيه، فبيبقى عنده تاخر في الكلام، تيجي تقول لك انا ابني ما اتكلمش زي بقيه الولاد، او ما بيقولش جمله، او بيقول كلام مش متفسر، مش مفهوم حتى، او مش فاهمه، او مش منتظم مثلا، او عبارات غير مناسبه في اوقات مناسبه، او مثلاً جمله مش سليمه السياق، بمعنى انه بيقول كلمه في بدايه الجمله وكلمه في نهايه الجمله مش مديه المعنى المطلوب، دوت بيعتبر طفل فرط حركه. نيجي للنوم بتاعه، النوم بتاعه بيبقى عنده اضطراب في النوم، بمعنى ان هو ينام من 3 ساعات لاربع ساعات ويصحى، اللي هو بيصحى زي مخضوض ويرجع، واذا نام بينام 3 4 ساعات ويصحى مخضوض، وغالبا تبص تلاقيه طول النهار ما بيفصلش حركه، اللي هو طول ما هو ماشي يكسر، يخبط، ينزل، يطلع، يطلع القنطرية، ينزل، يخبط، لدرجه ما ماما لو سابته شويه ممكن يأذي نفسه. طيب احنا عندنا دلوقتي عرفنا ايه هو الفرق ما بين النشاط الزياده وفرط الحركه. تمام. اسبابه. طب اسبابه، هو في 3 اسباب بالنسبه لفرط الحركه. اول حاجه السبب البيئي اللي هو التنشئه الاجتماعيه، السبب الثاني السبب الغذائي طبعا، السبب الثالث السبب الصحي. نمسك الجانب الصحي. طب نقولهم تاني مره تانية. السبب البيئي اللي هي التنشئه الاجتماعيه، النشأه الاجتماعيه. تمام. السبب الغذائي الاكل، المدخلات اللي بتدخل للطفل عن طريق الاكل، الغذاء. السبب الصحي، هنبدا بالسبب الصحي. السبب الصحي ده اول ما بتيجي للام بنقول نروح لدكتور طبيب نفسي يحدد لنا الولد دوت عنده نشاط زايد ولا فرط حركه. تمام. عن طريق اختبار كونرز اللي هو الاتش دي. اتش دي. تمام. عن طريق عمل اشعه المخ لقياس الكهرباء الزياده، لان غالبا زي رسم مخ كده مثلا، او اشعه مغناطيسيه MRI على المخ، نشوف ان كان عنده بؤره او عنده نشاط كهرباء زياده، بيسموها كهرباء زياده، او نوبات من النوبات المرضيه او تمام اللي هو ممكن بيوصل اللي هو للصرع، انه يبقى عنده نوبات الصرع. تمام. تمام. الكهرباء الزياده بتعمل فرط حركه. طيب احنا رحنا عملنا اشعه وطلع الولد ما عندهوش كهرباء زياده على المخ ولا اي حاجه، يبقى نرجع للايه، للسبب البيئي. السبب البيئي المشاكل الاسريه، المشاكل بين الاب والام بتعمل فرط حركه، اتاثر بيها الطفل طبعا. وبعد كده في المرحله الاكاديميه في المدرسه بتوصل صعوبات تعلم. تمام. دي مشاكل الاسريه. الام الشديده قوي اللي هي عايزه ان ابنها يبقى سوبر مان في كل الحاجه وبيعمل الهوم ورك فيه وتضرب فيه وتشد فيه وتمنعه وتحرمه، متاخذه معاه سياسه العقاب وليس سياسه الثواب. تمام. فبالتالي هو بيطلع معقد شويه فبيبقى بيولد فرط حركه يا دكتور، وبيعمل كبت. احنا عندنا النظريه كنا درسناها في الجامعه ان القسوه الزياده بتساوي الحنيه الزياده او الدلع الزياده، دول الاثنين تربيه خطا. احنا وسطيه، حتى ديننا دين وسطيه. تمام. حتى ما نيجي نتعامل مع الاولاد نتعامل بالوسطيه، لا ده لا قوي. احنا اتكلمنا عن اسباب فرط الحركه. تمام. بعد كده ايه اسباب النشاط الزياده؟
لا هي اللي احنا لسه فاضل بس السبب الغذائي. قول اتفضل. بيرجع بقى بالنسبه للسبب الغذائي، ودي طبعا عند حضرتك بقى يا دكتور احمد بحكم ان حضرتك دكتور التغذيه والنحافه، فانت اللي هتكلمنا عن الجانب الايه الغذائي. والله واحنا عندنا طبعا الساده المشاهدين بصفتي استشاري علاج سمنه ونحافه وتغذيه علاجيه، بالنسبه للطفل اللي عنده نشاط زياده او فرط حركه التغذيه طبعا لها عامل كبير جدا جدا. حتى تلاقي بعض السيدات او الامهات بتقول لك الولد ده لو اكلته شوكولاته النشاط بيزيد اكتر، ولو اكلته حاجات فيها حلويات وفيها سكريات بيزيد اكتر. ليه بقى؟ كلنا عارفين المخ بيتكون من 4 افيونات، حاجه اسمها الايه اندروفينات المخ او افيونات المخ، ماده اسمها السيروتونين، وماده اسمها الجابا، وماده اسمها الاستايل كولين، وماده اسمها الايه الدوبامين. ماده السيروتونين هي المسؤوله عن النشاط وعن الحيويه والسعاده والنشوه والاكتئاب والحزن. فلقي العلماء ان اللي ايه بيرفع ماده السيروتونين دي الكلام الجميل والكلام المشاعر والعواطف والاحاسيس، برضه بيرفعها الحاجات اللي بترفع برضه ماده السيروتونين وتعمل نشاط زياده السكريات، وخاصه السكريات عندنا 4 انواع، فالنوع الوحيد منهم اللي بيسموه السكر الاحادي اللي هي سكر الفركتوز. وسكر الفركتوز ده موجود فين بقى؟ موجود بقى في العسل والتمر والعنب، او بمعنى صح سكر سهل الهضم ما فيهوش سعرات حراريه اللي هو سكر الفاكهه عامه. زائد بقى الحاجات التانية الاسماك زي الفوسفور اللي فيها فوسفور بيرفع برضه النشاط شويه، واوميجا 3 اللي هو زي ايه مثلا اللي هو الجمبري والاستاكوزا وسمك السلمون بالذات ده فيه نسبه اوميجا 3 كبيره وفوسفور كتير، فبيزود ماده السيروتونين بسبب السعاده والنشوه والنشاط الزياده. في بعض الحاجات التانية مالناش دعوه بيها بقى على السجاير والمخدرات والحاجات دي برضه، بس بترفع الماده لفتره مؤقته وبعد كده بيرجع ويزدروها مره تانية. فعشان كده احنا بنقول حاجه ايه جميله، ان نحاول الطفل اللي عنده نشاط زياده ما تاكلوش شوكولاته، والعيال يعشقوا حاجه اسمها الشوكولاته، بدرجه ان لما حبوا يعملوا احصائيه وشوفوا اعلى نسبه سمنه على مستوى العالم وبدانا لقيوها في انجلترا المملكه المتحده البريطانيه. ليه يا اخوانا؟ قال لك عشان بسبب اكل الشوكولاته، سببها بس اكل الشوكولاته فقط لا غير. يليهم بعد كده الدول الخليج البحرين والسعوديه ومصر، بس هم عندهم فرق بقى، احنا عندنا بسبب المحشي والرز والكبسه، هم عندهم بسبب الشوكولاته. فالشوكولاته بتزود نشاط المخ شويه اللي هي ماده السيروتونين، فبالتالي احنا بنقول للاطفال خلي بالكم الطفل اللي عنده نشاط زياده ما تديلوش شوكولاتات، وخاصة بالليل هيهايبر اكتر، هيبقى هايبر، هيزور يبقى هايبر اكتف. التغذية العلاجية بنديله حاجات طبعا تنمي جسمه طبعا في سن البناء، الحاجات البروتينية، اللحمة، السمك، البيض، طبعا كوباية اللبن ممتازة جدا، منتجات الألبان كلها طبعًا جميلة، الخضار والفاكهة بكل أنواعها ممتازة بالنسبة للأطفال. ده بقى أحسن. السؤال اللي أنت حدفتيه عليا. أحسنت يا دكتور، اتفضلي يا فندم كملي. هو طبعا احنا لما بتجي لنا ولية الأمر أول حاجة من ضمن الموانع إن هي فعلا جميع أنواع السكريات المصنعة بما فيهم حتى العسل الأسود بنمنعه، المربى بنمنعها. ما هي مربى فيها سكر الفركتوز. فكل دوت بنمنعه. السكريات دي هي اللي بترفع السيروتونين زي ما قلت لحضرتك. تمام. تمام. دي الأسباب إيه اللي إحنا قلنا عليها. معذرة. فهي دي الثلاث اسباب اللي بيأدوا ايه. في سبب بقى احيانا بعض اولياء الامور بيغفل عنه اللي هو ده بنقول ان احنا لازم نعمل اي كيو او اختبار ذكاء للطفل. بس انت قلتي من ضمن الاسباب الثلاثه سبب صحي. اللي هو يعني الكهرباء الزياده. ممكن يكون كهرباء زياده او ايبيليبسي اللي هو بيسموها ايه داء الصرع مثلا، فبالتالي يحتاج الى طبيب عصبيه لعلاجه طبعا، وبياخد حاجات ادويه عشان تهدى او بينضم في التاخر العقلي. ده من ضمن الاسباب. واحنا الاسباب عندنا ثلاث اسباب، السبب الثاني اللي هتضيفيه حضرتك اللي الجانب الصحي اللي هو التاخر العقلي. الطفل عنده القدره العقليه اقل فبالتالي هو مش عارف يتكيف مع البيئه، فبيخبط يمين ويشمال فبيتحول لحاجه. دوت برضك بينضم من ضمن ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي ان الطفل يتحرك بطريقه غير طبيعيه او بطريقه زياده شويه. تمام. بس دي الاسباب المؤديه للحركه دي. يعتبر ده احنا بنسميه هايبر اكتف، وبنسميه ده ايه فرط حركي. وده على فكره الام لازم تخلي بالها من الطفل في البيت، لان ممكن يأذي وممكن يعمل مشكله. انا ممكن اعتقد انه ممكن لو عندها طفل تاني صغير ممكن يأذيه، لدرجه ده بيأذيه وبيأذي نفسه. يأذي نفسه غير إذا نفسه يأذي الآخرين، لأنه غير مدرك، ده طفل. بالمناسبة ما نعديش النقطة دي، بمناسبة فرط الحركة، هل كل اللي عنده فرط حركة بيتأخر في الكلام، ولا اللي بيتأخروا في الكلام دول حاجات تانية غيرهم؟ يعني عندنا ناس كتيرة قوي تيجي تقول لي في العيادة مثلا أو تشكي، ابني ما بيتكلمش، ابني مش عارف محتاج أوديه لدكتور تخاطب ولا ما أوديهلوش، وإمتى ألجأ أودي الطفل لدكتور التخاطب؟ هو مش كل اطفال فرط الحركه او النشاط الزايد بيبقى عندهم تاخر كلام، بيتاخر في الكلام. لا مش كلهم النشاط الزايد. لا حوالي نسبه كام يا دكتوره منى؟
هو انا مش قادره احددها بالنسبه، ولكن اقدر اقول لك ان هو ايه اللي بيخلي الطفل فرط الحركه، انه ما بيتكلمش في المرحله العمريه المناسبه للكلام، ان هو ما عندهوش انتباه وتركيز. انا ما سمعتش وما شفتش ودماغي ما خزنتش، فمخه ما خزنش معلومه، فبالتالي بيتاخر في الكلام. طب نتكلم كده عن الناس بتتاخر في الكلام ده، وامتى يلجأوا للدكتور، وعند سن قد ايه تاخر الكلام دوت؟ بيبقى اول حاجه احنا الطفل بيسمع من 4 شهور جنينيا يسمع، عشان كده في بعض الابحاث قالت ان لو شغلنا قران او ميوزك للطفل هو بيسمعها. لو ماما قعدت تحسس على بطنها كده وتحكي قصه للطفل هو بيسمع ده. تمام. ده بينمي اللغه عنده من 4 شهور جنينيا. الطفل بتبدا السمع عند الطفل، حاسه السمع. تمام. تمام. فاحنا من اول مرحله 6 شهور لحد سنه الطفل المفروض يقول. بالمناسبه على الحته دي، انت عارف القران عمل اعجاز علمي في القدره دي؟ طبعا. ايه هي بقى؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى الحواس في الانسان والصفات والاعضاء، السمع، قال لك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ذكر حاسه السمع لان قال لك ان الحاسه الاولى اللي تخلق في الانسان في بطن امه، رقم واحد. رقم اتنين، قال لك لو انت نايمه الحس. اول حاجه لو حد حب يصحيكي بيصحيكي بالصوت مش بالرؤيه، انك انت مغمضه عليك وانت نايمه. طب لما ذكر بقى الاعضاء قال ايه؟ قال ايه بقى؟ العضو على حسب وجوده في المخ. شوف الترتيب الرباني الجميل الرائع، اعجاز. قال لك ايه؟ سبحان الله. لما ذكر العضو، ام لهم قلوب يعقلون بها، ام لهم اذان يسمعون بها، ام لهم ايه؟ شوف قلوب طبعا، سبحان الله العلي العظيم. فذكرهم بالترتيب لما ذكر الاعضاء ورا بعضهم، ولما ذكر في الصفات وجودهم في المخ مقدم كل حاجه عن بعضها. سبحان الله اعجاز فعلا. انك بتقولي يسمع في اول 4 شهور بالحمل بينمي حاسه السمع. هو إيه إيه هو المقصود ان حاسس الام تحسس على بطنها، يعني انا هو ماما البيبي بتاعها بتصحي بتعمل له انتباه، فاي حاجه فعلا بيسمعها بيطلع عليها. يعني احنا لو شغلنا قران في فتره الام حامل هتطلع تلاقي الولد ميوله للقران، ميوزك، اي حاجه احنا عايزين نطلع ابننا عليها كتنشئه، نبدا من فتره الحمل. فتره الحمل دي اهم مرحله على فكره، الناس بتتجاهلها كتير قوي وما بتهتمش بيها، ولكن لا، ده هي تكوين الطفل، دي بدايه، دي اول حاجه. فبنبدا بقى من اول 6 شهور لحد سنه المفروض الطفل يقول 15 كلمه. تمام. هي بابا وماما وبعض الكلمات المفرده. طيب انا لو ابني ما قالش في المرحله دي هيعتبر ده تاخر. طب ناخد الجدول اللي بس هناخد الجدول بقى على مدار السنوات الباقيه عشان يبقى في مقياس او معايير للتاخر اللغوي. سنتين مفروض جمله من كلمتين، 3 سنين جمله من 3 كلمات. فبالتالي ابني لو اتاخر عن سنه وما قالش ماما وبابا كده في ايه؟ جرس إيه؟ انتباه. كده في انت من ايه ماما؟ تبدا تزود البيئه اللي حواليه، تخليها بيئه غنيه، تتكلم بكلمات يعني مفرده واضحه. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك عشان الولد لوحده معهوش اطفال، ما عندناش غير وحيد، فمش لاقي حد حواليه يكلمه، فمش عارف ده يتكلم. بنسميه بقى الحرمان هل فعلا البيئي. دي حقيقه انه ده سبب من تاخر الكلام؟ طبعا حقيقة طبعا يعني. حرمان بيئي. ده. ان البيئه بتاعته فقيره بالكلام. ماما مش بتتكلم، ماما مشغوله في الموبايل، ماما بتشتغل بتيجي تعبانه، فما فيش حد بيكلمه. طبعا ما عندهوش اخوات، فما فيش مدخلات. الطفل دوت زي الحصاله، كل ما ندخل مفردات لغويه كل ما تنمي عنده اللغه بسرعه، اللغه بتاعته. تمام. صح. فنبدا بقى نقيس امتى اعرف ابني متاخر او مش متاخر. ده دايما السؤال اللي دايما شائع قوي بين كل الامهات، وان احنا ما عندناش ثقافه ان نهتم ان الطفل لا سيبيه شويه هيتكلم، لا سيبيه يلعب شويه هيتكلم. في بعض الاولاد بيحتاجوا. تقول لك ايه؟ اصل هو هادي. اصل الولد ده هادي، قاعد هادي. لا أو هو الولد مش هادي. ابن عمه اتكلم عند 3 سنين، صمت او ابن مرضي. عمه اتكلم عند 5 سنين. هي اللغه بتكتمل عند 5 سنين، من 5 سنين لخمس سنين ونص المفروض ولادنا يبقوا خلاص كده اكتملت اللغه عندهم. بعد كده بيبقى صعب معالجه الكلام عند الاولاد او تنميه الجانب اللغوي بالنسبه لهم. تمام. فاحنا نبدا تاخد بالها الام من اول سنه الكلمات مفرده بتبقى حوالي 15 كلمه، تاني سنه جمله من كلمتين، ثالث سنه جمله من 3 كلمات. وبالتالي احنا في دلوقتي معظمنا كاسر بنهتم باللغه الثانيه اللي هو اذا كان اجنبي ولا انجليزي او فرنساوي او الماني عشان المدارس الانترناشونال.
فبنقول للامهات بيعملوا تستات دلوقتي قبل ما يدخل الطفل، وبيعملوا كمان اختبار للاب واختبار للام قبل ما يدخلوه المدارس، وخاصه الانترناشونال بالذات. بس في بعض الاباء والامهات بيقعوا في خطا جسيم بالنسبه لموضوع اللغه الثانيه ديت، ايا كانت بقى اللغه. المفروض ان احنا ما نديش لغه ثانيه قبل اكتمال جمله من ثلاث كلمات، عشان ما يعملوش اضطراب لغوي عند الطفل. انا عندي المخ بيستقبل المفردات اللغويه العربي، لما اجي ادخل لغه ثانيه بيحصل اضطراب. هي مثلا وليكن هي ابل، دي ابل، دي ابل ولا هي تفاحه؟ فبيحصل لخبطه عند الطفل، فبيعمل له اضطراب، فبيأخر عنده اللغه. يا فندم احنا المفروض كل شيء في الحياه او في الدنيا بيبدا بالتدريج، بيبدا بالتسلسل. الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون كله خلقه في 6 ايام، كان قادر يقول الله للشيء كن فيكون. لكن عايز يعلم الانسان اللي خلقه الصبر، وان كل شيء بيجي بالتدريج. الطفل اللي حضرتك لما بيجي يمشي ما بيمشيش مره واحده ويجري، لا، الاول بيقع ويقف ويقع ويقف عشان يتعلم المشي الصحيح. صحيح. بمناسبه المشي يا دكتور احمد، احب اضيف برضك معلومه، ان طفل فرط الحركه من الاطفال اللي ممكن يكون بيزحف وفجاه تلاقيه بيمشي. دي ملحوظه برضك من ضمن فرط الحركه. تمام. دي من اطفال فرط الحركه اثناء الزحف او المشي او بدايه طيب الحركه. انت اقول الطفل ده عايز اوديه لدكتور نفساني عشان يعالجه، او دكتور عصبيه عشان عنده مشكله؟ وامتى اقول لا ده يجي عندي انا كتخاطب، وامتى اعمل له تعديل سلوك؟ طيب تمام، هنبدا نقول امتى يجي لنا كتخاطب. الاول هو بيجي لنا او بمعنى ادق، عايز اقول مش امتى قد ما انا اقول هنعمل له ايه، هنعالجه ازاي. هنعالجه ازاي بالنسبه لتاخر الكلام ولا بالنسبه لتعديل السلوك؟ الاثنين. طب هنبدا بالنسبه لتاخر الكلام. قلنا زي لحضرتك كده ان احنا هنعمل فكره المشاهدين يسمعوا بقى ازاي. ان احنا هنعمل اول حاجه ان هنشوف زي ما قلنا كده النمو اللغوي، ان الطفل في اول سنه اتكلم قال كلمه لحد 15 كلمه، تاني سنه قال جمله من كلمتين. طب لا ما قالش، يبقى كده محتاجين تدخل، محتاجين ان توديه اي اخصائي تخاطب يتعامل معاه. هنيجي بالنسبه لتعديل السلوك. ايه هو السلوك؟ هو كل ما يصدر من الانسان من تصرفات وافعال. طب احنا بالنسبه لنا السلوك ده متناسب مع البيئه بتاعتنا؟ بمعنى ان احنا ناخد كده مثلا الدكتور بيبقى المثل الاعلى بتاعه انه عايز يبقى اكبر دكتور في الدنيا. طب معلش سامحوني في اللفظ، طب الحرامي اكبر مثل اكبر قدوه ليه؟ النصاب، انه عايز يبقى اكبر حرامي. فبالنسبه له السلوك ده عادي. لا بس احنا عندنا، لا لازم يبقى لنا قدوه، احنا حتى نفسنا بنحاول نقلد. ايه مثلا حضرتك؟ انا اختلف معاك في النقطه دي. يعني انا الواحد بيحاول يقلد مثلا لو طفل ابوه يبقى زي ابوه، احنا قدوه النبي صلى الله عليه وسلم، فبنحاول نبقى زي صلى الله عليه وسلم. ما هو بنحاول نخلي لنا قدوه، بس قدوه حسنه مش قدوه سيئه. انا ليه بقول كده يا دكتور؟ اتفضل. لان انا بيجي لي بعض التعديلات السلوك، انا ابني بيتف بس انا مش فارق معايا، بيبصق. ابني بيبصق بس مش فارق معايا، هي شايفه ان دي حاجه عاديه، انا بس اللي فارق معايا ان هو بيقول الفاظ بذيئه. طب هو هي دي سلوك خاطئ، وده سلوك خاطئ، وده سلوك خاطئ. فانا عشان كده دايما اقول، هو انتوا عايزين يبقى ايه القدوه بتاعتكم؟ ولكن هو لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح. يبقى انت حضرتك يبقى في سلبيات، ما ده احنا ولي الامر عدم السلوكيات، تعديل السلوك حضرتك ايه؟ عدم ثقافه ولي الامر. قلت نقطه جميله جدا، احنا عندنا في بعض السلبيات، الناس اللي بتبص في الكوب الفارغ ما تبصش في الكوب المليان. تمام. الناس اللي بتبص في السلبيات كانها ايجابيات بالنسبه له، لا احنا لا يصح زي ما قلت حضرتك الا الصحيح. تمام. ما ينفعش بقى، ما ينفعش بكل المقاييس ان انا ابقى قدوه لابني وانا مش كويس. بص يا دكتور احمد، هو ولي الامر دوت بيبقى فيه منه 3 انواع. تمام. في ولي الامر اللي هو فعلا شايف ان ابنه مخطئ وانه فعلا عايز يمشي على حد السواء، وفي ولي الامر اللي بيجي لا شايف ابنه لا ان هو ملاك ومثالي جدا وما عندوش اي مشكله، بس احنا عايزين بس ايه ننشط عنده بعض المهارات. وفي ولي امر لا هو هنا ولا هنا، هو مش حاسس باي حاجه خالص. احنا بيجي علينا اولياء الامور دوت، يعني انا بيجي لي الام المتشدده اللي هو عايزه ابنها يبقى ماشي على الخط المستقيم. ما انا فبسالها اول سؤال، انا ممكن اسالك سؤال يا فندم؟ بتقولي اتفضلي. اقول لك هو احنا كبني ادمين معلش، يعني في منا ما عملش حمام على نفسه، في منا ما بصقش، في منا ما عملش، لا عملنا. طيب يبقى ده خلاص، يبقى لازم الطفل ده يعيش مراحل عمريه، وطول ما احنا ماشيين نصحح ليه. امال ليه عملوا اب وام؟ عشان التصحيح. صح، التصحيح المتكامل. انا هقول لحضرتك على معلومه كمان جميله دلوقتي، احنا عندنا الطفل بيتولد ربنا سبحانه وتعالى في مخه اوجد له كل شيء، وده ذكرها في القران من 1440 سنه، وعلم ادم الاسماء كلها، كل حاجه مولود. امتى الولد يحب يعرف ان ده صدق ولا كذب؟ قاعد ومامته رن التليفون، مامته قالت له قول له بابا مش موجود، فعرف ان ده اسمه الكذب، فاتلسق في دماغه الكذب.
ايه اللي عرفه انه دي سماء ودي ارض ودي شمس ودي فده تربيه الطفل بتنشا من المنشا من الاصل من الصغر. فتربيته في الفتره الاولى دي اهم فتره في حياه الانسان، عشان كده تلاقيه لما بيكبر انعكاس على حياته السابقه، الحب مثلا او الكره، اي انسان بيشوفه بيشبه اي حاجه فيه من انسان كان بيحبه اثناء تكوين عقله الباطن وهو صغير بيحبه من اول نظره على طول. واي حد بيكرهه بيفكره اثناء تكوين عقله الباطن اثناء ما كان صغير بشيء كان بيكرهه، ممكن كده بيضربه بيأذيه استاذه اخوه كذا. فبالتالي ده ترجمه للعقل الباطن بتاع الانسان اللي موجود. فصدق المثل القائل من شب على شيء شاب عليه. نصيحه أكيد. قبل ما ننهي البرنامج بتاعنا يا دكتوره منى، انت الاول اسعدتينا وكلام اول مره اسمعه جميل جدا للساده المشاهدين، فنصيحه للناس اللي عندهم فرط حركه او تاخر في الكلام في دقيقه. هو معلش يا دكتور احمد، هو الانسان اساسا عباره عن حاجتين، جينات وراثيه بابا وماما وتنشئه اجتماعيه، هو ده الانسان. النصائح اللي احب اقدمها لاولياء الامور، اهم حاجه لازم اكيد ان احنا نخلي بالنا منه التلفزيون. التلفزيون مصدر اذى لاولادنا كمادة معروضة، وكأن هو بيدي على طول استقبالات مفيش مخرجات، فبيعمل طبعا تأخر في الكلام. تاني حاجة اللي حب أقولها الطاقة اللي داخلة للطفل والطاقة اللي خارجة منه. الطفل فرط الحركة أو النشاط الزايد لابد أن هو يلعب أي نوع من أنواع الرياضة، ما نعتمدش يعني ما نختارلوش الرياضة العنيفة زي الكاراتيه وكل أشكال الرياضة العنيفة. الطاقة المدخلة المؤكلات اللي هي الحاجات اللي بتولي الطاقة، زي السكريات زي ما ذكر دكتور أحمد، طبعا دي نخلي بالنا منها. الحضانة، في ناس كتير جدا بتخاف تنزل ولادها حضانات لسوء التعامل في الحضانات. لا، أنا أنزل أختار لابني حضانة بشروط معينة، ان الولد ما ينامش فيها لان انا مش موديه عشان ينام، ان يكون في حد تربوي. للاسف يا دكتوره منى الوقت سبقنا وزي العمر ما بيجري وعن غير ما نحس بيه، ولكن لكل ام ولكل اب عند طفل عنده ثقب في القلب او عنده فرط حركه او نشاط زياده، نقول له ايها الحامل هما ان الهم لا يدوم، مثلما تفنى السعاده هكذا تفنى الهموم. لا املك في نهايه حلقتي الا ان اشكر استاذه الدكتوره منى هندي سلاب اخصائيه التخاطب وعلاج تعديل السلوك، ونورتنا واسعدتينا. واقول للساده المشاهدين سعدنا بكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، والى لقاء اخر في البرنامج الرائع اليوم المفتوح. ومره ثانيه بنهنيكم بعيد الاضحى المبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.